سأتناول يعني أهمية قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية الصحراء. وطبعا أي أكاديمي حينما يتحدث عن موضوع الصحراء أو أي موضوع شائك في العلاقات الدولية لا شك يتحكم فيه خلفيته أو خلفيته الأكاديمية، يعني ما هو المنظور الذي يرى به العالم، وكيف يفسر حركية ودينامية النظام الدولي. فبالتالي ما أقدمه في هذه المداخلة المختصرة هو فرضية أدافع عنها فيما يتعلق بهذه الجزئية، دور الأمم المتحدة برمتها وبشكل خاص قرارات مؤسساتها وعلى رأسها طبعا مجلس الأمن. أنا في نظري، وطبعا يشاطرني الكثير من المتخصصين في العلاقات الدولية وخاصة الذين ينتمون إلى المدرسة الواقعية بمختلف يعني مقترباتها، أرى بأن الأمم المتحدة نفسها هي انعكاس لواقع دولي معين. فالواقع الدولي هو الذي أنشأها وليست هي التي تنشئ الوقائع الدولية. بمعنى آخر أن تطورات وديناميات النظام الدولي هي التي توجه منظمة الأمم المتحدة في هذا الاتجاه أو ذاك، وليس العكس. ومن ثم فإن قرارات الأمم المتحدة ذاتها وخاصة قرارات مجلس الأمن هي انعكاس لطبيعة النظام الدولي السائد، وبالتالي فهي تكون عادة تحصيل حاصل، بمعنى أن هذه القرارات لا تؤثر بشكل كبير في الواقع الدولي، مع بعض طبعا هناك استثناءات، لكن اتجاه العام أن لا تؤثر في الواقع الدولي وفي الأحداث الإقليمية، بل هي في واقع الأمر رجع صدى للوضع القائم في الميدان. وبناء على هذا الافتراض الذي أدافع عنه، فإنني أرى أن تأثير قرارات الأمم المتحدة على قضية الصحراء يظل ضعيفا. سأشرح هذه الفكرة. يمكن أن أقسم قرارات مجلس الأمن، قرارات الأمم المتحدة بشكل عام، ولكن الذي يهمنا هي قرارات مجلس الأمن. يمكن أن أقسمها إلى قسمين اثنين. طبعا تصنيف قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية الصحراء يمكن أن يخضع لتصنيفات مختلفة، ولكن أنا يعني لفائدة صح التعبير افتراضي حتى أشرحه بشكل سهل وبسيط، أقسم هذه القرارات إلى نوعين: القرارات المهمة مثل قرار إنشاء بعثة المينورسو وقرار وقف إطلاق النار والدخول في مسلسل التسوية السلمية يعني ومفاوضات مباشرة خلال السنوات الماضية. هذه القرارات الأممية اتخذت بعدما سمحت ظروف الواقع الميداني بذلك، يعني الواقع الدولي وأيضا النظام الإقليمي الذي يوجد فيه المغرب. بمعنى أن تغير الظروف الواقعية سواء في بنية النظام الدولي، انتهاء الحرب الباردة واندثار نظام القطبية الثنائية، دون شك سمحت يعني أو أتاحت الظروف، يعني هذه التحولات التي أعقبت نهاية الحرب الباردة أتاحت الشروط لكي تحقق القوى الكبرى أمريكا وروسيا والصين توافق على مجموعة من القضايا، بعدما ظل مجلس الأمن إلى حد ما معطلا خلال الحرب الباردة، حيث كان الاستعمال المتكرر والمبالغ فيه لحق النقد الفيتو. إذن تغير الظروف الدولية، يعني بعبارة أخرى تغير بنية النظام الدولي، هذا عامل. وأيضا حتى على المستوى الإقليمي، حيث وصلت الأطراف المعنية بقضية الصحراء إلى ما يشبه الإنهاك، وأيضا اقتنعت مختلف الأطراف بمأزق الخيار العسكري بأنه لا يجدي. فبالتالي هذه الظروف الدولية والإقليمية وفرت الشروط الملائمة لاتخاذ هذه القرارات من قبل مجلس الأمن. إذن هذا فيما يتعلق بالقرارات المهمة، أن الظروف الدولية والإقليمية هي التي سمحت وشجعت مجلس الأمن بالسير في هذا الاتجاه وليس العكس، وليس مجلس الأمن هو الذي حدد مسار الحالة لقضية الصحراء. بالنسبة للقرارات العادية وهي قرارات غير مهمة الصنف الثاني،
التي يتخذها مجلس الأمن في اجتماعاته الدورية، سواء كل 3 أشهر أحياناً، يعني حسب يعني القرارات التي يتخذها، أو مؤخراً بدأ يعني يعقد هذه الجلسات كل سنة. إذن أغلب هذه القرارات تساير الواقع في الصحراء ولا تؤثر فيه، بل هي كما قلت في البداية رجع صدى للتطورات وما يحدث في أقاليم الصحراوية، سواء يعني شمال الجدار أو جنوب وشرق الجدار الدفاعي للمغرب. وجل التوصيات التي يتخذها مجلس الأمن في هذا المجلس تستند على تقرير الأمين العام بشأن الوضع في الصحراء، وهذا التقرير تقرير الأمين العام الذي يستمد يعني أغلب محتواه من تقرير بعثة المينورسو، بالتالي يعني هو يساير الواقع ولا يؤثر فيه. لكن هذا لا يعني الاستهانة بدور منظمة الأمم المتحدة، بالعكس ستظل فضاء للصراع والمرافعة لصالح قضية الصحراء، وعلى المغرب أن يستميت كما كان يفعل دائما في الدفاع عن مواقفه على كل المستويات داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة، وإقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيته. لكن قصدي من هذا الافتراض أو من هذه الفرضية التي يدافع عنها أن منظمة الأمم المتحدة لن تحسم هذه القضية، وأن الحل كما أقول يعني في أكثر مناسبة يكمن بجوار الإقليمي، لكن كما قلت وأكرر أن على المغرب أن يكون طبعا حاضرا ومؤثرا في الأمم المتحدة وإضفاء الشرعية الدولية على تحركاته في الميدان وما يحققه من تقدم عسكري وأمني، كما فعل مؤخرا فيما يتعلق بمعبر القرقرات. تحرك المغرب، أوجد وقائع جديدة، وبالموازاة مع ذلك كان هناك يعني حراك دبلوماسي على مختلف المستويات بما في ذلك الأمم المتحدة. يعني خلاصة قولي هو أن قرارات هيئة الأمم المتحدة وتوصياتها في قضية الصحراء ليست ذات فعالية، لكن في نهاية لكنها تظل ضرورية، وهذه هي المفارقة. المفارقة أن لجوءنا إلى منظمة المتحدة وخوض معارك دبلوماسية هناك لا غنى لنا عنها، رغم أننا وحتى المغرب مقتنع بأن رغم هذه الضرورة لكن ستظل الأمم المتحدة ما لم تتغير الوقائع في الميدان غير ذات فعالية.